بجلول نختمو بشي قصيده من عندك. لا اله الا الله، الله يطولك في العمر. عندنا ما نقول، قلنا العربي ولو الله يطولك في العمر. انا كيعجبوني بعدا سمح لي قطعتك، تيعجبوني العربيه ديالك تيحمقون. بالله بكم مولاي، بالله بكم. صوت فيلالي وصيغه فيلاليه جميله. رجعوا عليك تكامل، لا تولجني يا ربي ليد من لا يرتالي، انت تعلم اتيدي يا بابا 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 بسرب قلبي يا متعال، لا ينغينك ما نديرو في بالي، مهما يقنط سيدي يا بابا 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 ويضيق الحال، انطلبك ولا يغيب عنك سؤالي، في البخاري حديثة بابا 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 نبي الله قال المصطفى شفيع خاتم الرسالي، جل ما ينطلب مولاي العالي، جل ما ينطلب مولاي العالي، الله مولانا الله، الله يا مولانا الله مولانا الله، والعار على الجواد من له الرب المجيب، حي الفتاح القريب يقصد باب وما يخيب، الغني فاتح البواب لأهل سياديه البيت، جابهم صح الحديد حاب الهادي بكل بيت، نسأل بيه الوهاب ننجى من جميع الهراج، لينا توسع الحراج كونوا في على الولدراج، يوم البعث والحساب لا طلع على الحبيب سيد عجام والعراب، صليوا على زين الملاح وعلى آل وصحاب، صلاة الله على الحبيب سيد العجام والعراب، صليوا على زين الملاح وعلى آل وصحاب، شد على الناس الرخام كل فلاح عرق ضايقا نار عليهم صرخة، تقول أنا للكذاب أنا دار أصحاب العناد، ناس الكفر وناس الفساد ليجحدوا خير العباد، تاير جاهو بالعذاب واللي كان كثير الخجور، وأنا قبض الدين شور كاتب في الدنيا الزور، وأنا خاف من عقاب ديما للإيتام حاز، طريق الفجار قاد وعلى الريقة ومبرز والظالم والغصار، صلى الله على الحبيب سيد عجم وعراس، صليو على تاج الملح وعلى الوصحار، حدوهما ناس الكياس مول عبور من غير باس، حسابك ناس اللباس هما الناس ونجاب، إياكم ما معاش هتف الدنيا مرضاش، حيث شوفوا بالرماش ما ترفع له مرتب، قال الحاج إبليس النبيه بالشرفة وطلفقيه، له الحمد في كل شيء لا تمدحني الحباب، أمولا يا مول الوقت خذني من نفسي والهوى، ولقيني بصحاب الدواء ناس انظر القرآن، لا نتوسل بالأنبياء وجميع صلاح الأصفياء، لمرايا صدحة صافية وسل وافتح البواب، صلاة الله على الحبيب سيد العجم والعراب، صلي وعلى سجن الله وعلى الأصحاب، صلاة الله على الحبيب سيد العجم والعراب، صلي وعلى سجن الله وعلى الأصحاب، استصبرك الله على سيد السعيد، الله يحفظك.
مشكور على هذه الساعه اللي صادفتينا بها. مشكور على المجهود سيدي ربي يعطيك العوين الله يا ربي ويعطيك القبول. كيما كتعنى بهذه التراث اللي جعل سيدي ربي يعنى بك ويعنى بوليداتك وخويا عدنان. الله يجعل سيدي ربي فين ما مشى وفين ما حضر عليه الله يجعله ديما نور يا ربي وديما قنديل. الله يطولك بنور الله والوالدين. وحنا سمح لي لقطعتك با جلول، حنا كنتعمدوا على اننا نصوروا هذه الحلقه هذه في الورشات ديال المعلمين والمقدمين، لانه كانوا مجموعه ديال المقدمين كانوا مقدمين وعندهم حرايفيه وعندهم الصنعه. حنا كنجيو للورشه باش كنعرفوا بداك المقدم على انه كان مقدام وبلومبي ولا معلم مقدم وتيصوب البندير ولا معلم وبلايغ تيصوب البلغه خراز عنده واحد عرفه بان هاد الصنعه اللي كانت معطيه. بحال واحد نقول لك اخر ما يقول، كان دريس بن علي واحد النهار هابط في المدينه تلقى جيت تلقى الرمان وتلقى واحد الخياط تيقول واحد القصيده، وديك القصيده ديال من؟ ديال دريس بن علي. وداك الخياط ما قابطهاش يقابطو وتيكوبي فيها ويقطع وجا يدرس بن علي وتصنت على ديك الله الله هاد السيد خايتي يقطع لي بجوالي. قال له السلام عليكم مع المعلم. قالوا عليك السلام ورحمة الله الشيخ. قبط المقص حيدو له من يديه وحيد له ديك الجلابة اللي خيطي خيط داك الخياط بيديها أولدي السعيد وبدا تيقطع. قال له الله أودي الشيخ شنو كدير؟ قال له انت كنت كتقطع لي شغالي وانا قطعت لك شغالك. مشى حكم عليه الدول المحكمه هو وياه العدل كديك الساعه دار عديل تيجلسوا فيها وهذا والحكم وهذا. قال له شنو بين؟ قال له هذا السيد دخل عندي للحانوت وقبط لي التفصيله نتاع الناس وبدا تيقطعها لي. قال له انت يا جاك تقطع على هذا السيد؟ قال له سيدي هو كان تيقطع لي شغالي وانا كنت نقطع له شي. قال له شنو بينتك؟ قال له شيخ وحافظ قران وتنظم قصائد، وانا هاد القصيده ضربت عليها تمره وتكرفاست وصارت الليالي وحفيت الحجره كما تنقولوا حنا داو في هاد الوقت هذا باللغه ديالنا باش وصلت انا هاد القصيده وصوبتها، يعني ما طاحتش عليا سهله. ولقيته هو تيقطعها، هو قطع لي شغالي وانا لقيته عاوتاني قطعت له شغالي. شوف الناس شوف الناس كي كانت كتعامل دقه دقه وباش حكم عليه الحكم ما كاين. ماشي الحكم عطينا اش نقول هنايا، راه تنختلف انا معاك في هذه الكلمه وراه اختلفت مع السي محمد ماني في هذه الكلمه هذه، على انه غير المعنى ديال القصيده ما خصوش يتبدل. المعنى ما تبدلش وتبقى القصيده تقدر انه الكلمه ديال الكلمه واحد الكلمه ولا جوج كيتبدلوا في وسط القصيده. انا معك واحد القضيه ماشي مشكل، ولكن المعنى العام ديال الفكره ديال مولاي ادريس علاش ما نديروش غيتنا يا رسول الله؟ شوف المقدم، حنا دابا كنقولوا مثلا المعنى ديال القصيده ما كيتبدلش، ولكن الكلام واحد الكلمه الا واحد الكلمه واحد الكلمه ولا جوج الا تبدلت على حساب ما كتضيعش القصيده، ما كتضيعش المعنى العام ديال القصيده. علاش؟ كانوا زمان المعلم شنو قلنا دابا عاد دابا عاد؟ الشيخ كانوا الاكثريه متشبعين بالاولياء. نعم. رغم هما علماء وقارئين القران اكثر منا دابا حنا، واخا حفاظه ما وصليش للمستوى ديال دوك الناس. ايوا بالعلم ديالهم راه كان اللي كان ملك وكان تيقول تيحفظ الكلام وتينظم كانوا ملوك. بحال القصيده نتاعها من سرقتو الحماق قريبه ومقامك عليه حب غير ولا تستحلاه. عارف هاد القصيده ولد عدنان؟ لا. هاد القصيده حتى هي من الديوان نتا واحد السيد ما بقيتش عاقل عليه. الاسم ديالو؟ ما بقيتش عاقل عليه ولد ناظم؟ الناظم ما بقيتش عاقل عليه. هاد الناظم كان بحال غادي نقولوا بدوك الناس البسطاء، الكلام ديالو ما مداولش. كانوا مجموعة ديال الناس. وجا واحد وقتها ولد عدنان وداك الملك ديال ديك الأرض طاح في القصيدة ديال هاد أبهراتو. كيفاش هاد السيد عندو هاد الكنز هذا؟ عيط على دوك الخدمة ديال القصار والوزراء وبداو تيحل. نطق واحد ما نقولوش أمي ولكن ما عرفش يتذكر في البلاط الملكي. قال له دا راه غينا راجل مسكين
وراك ده هو اللي صوب هذه القصيدة. قال له شكون اللي قال لك هذا الراجل مسكين؟ قال له هذا من أغنى الأغنياء من داك الشيء اللي عطيه الله وحامل في صدره. قال له هذا السيد بغيت نتلاقاه. صيفط زادوا العويل هذه لذاك السيد هذاك فاش مشاو لقاو داك السيد مسكين على فراش الموت. يعني واش واحد الانسان تيحتضر ميت ما غاين كل شيء؟ قالوا راه قال لك سيدنا خصك تجي لعندو. قالوا علاش؟ قالوا سيدنا بغاك. قالوا الا بغيتو تهزوني في هاد الحاله تديوني ليه؟ قالوا نمشيو نستشرو سيدنا. مشاو عند داك الملك ديال داك الوقت هذاك، والملك ديال داك الوقت حتى هو على فراش الموت. سبحان الله كاجلي حتى هو مسكين مريض. قال له سير وقول له غير داي معايا باش دعابي معاه باش دعابي من صرختو الحماق قريبة ومقامك علاه حب غير ولا تستحله. واش الله سبحانه وتعالى اللي عاطيك الخير وعاطيك الملك وعاطيك الزهد وعاطيك العلم وعاطيك التقوى وعاطيك شلاد الحوايج وتسلم وانا ندعي معاك؟ انا اللي خصك تدعي معايا لان انت من المحبين المقربين عند الله. يعني الملك يعطيه الله من يشاء يعطيه من يشاء وتعطيه الانسان الجميع. الانسان اللي كسب الملك راه وهبه الله عز وجل. وشوف هذا الملك فاش قبض ديك الكلام ديال داك السيد الاخر قبض الله سبحان الله وفين لقاهم الله؟ في الجنه. غادي يتلاقاو في الجنه والله والله الا قينا الاخر ما حامل بداك داك الكلام. وفي هاد الساعه شنو خصنا نقولوا؟ والله الا قينا في الجنه كاملين ان شاء الله ونترحموا على هاد الناس. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم قبلوا علينا. الله يطول عمركم. الله يطول عمركم. ربما نكون شرف لينا درنا شي فالطه ولا لا لا الحمد لله. شوف غنحل شنو الفالطه. شوف ابا جلول الحمد لله ان مهما جينا لعندك الا وحنا عارفين ومتاكدين على اننا غنديو مجموعه ديال المعلومات اللي غادي يسمعوها مجموعه ديال الناس وغادي تعجبهم ويعرفوا التاريخ ديال الطريقه ويعرفوا الشيوخ ديال عيسى ويعرفوا المقدمين ديال عيسى واللي كاينين. راه حنا غير حملنا وحفظنا وسمعنا عاوتاني من عند الناس ومن عند الناس وسعدا وسجل هادشي والناس عاوتاني غيسمعوا هادشي وغيسمعوا هادي هي الاستفادة ويستافدوا منه ناس اخرين. وهادشي ماشي الله يسقي شي من شي. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا وارحم شيوخنا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والموات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.